أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثل أذن هذا بفضل الله وبرحمته أمشد يكشمغ الإسلام زيد ابن سعنة يولى الحبر من أحبار اليهود. الجزء الجيم أيها المثل من قرن زيد ابن سعنة إذيون العلماء إسعان اليهود يرام السن دين السن إولا ما شدي الناس سيد ربي سبحانه وتعالى ذي التوراة ذا شو يدينا وكذاكين إند خران العالم أك من النبوة باللي ذن فيه إند تتبالد غفوذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم زريس زرق تك العالم من النبوة مرة أولا إند مازال كان سنة تزري غالا إند ثانيا الحير من نس إز قرد الغضب نس أسع في نس معناها أسع في كتساعف إز قرد ذبز وقفل الغضب وفي السنة النظام يندم سكوذ يتزاد الجهل ذي العبد في اللاس انسا هذي تعقد في اللاس هذي تشديد في اللاس يندم تزاد الحلم انسيك تزاد الدسع في انسيك تزاد إلى السنة الثانية ما زالوا التجارب غربي في محمد صلى الله عليه وسلم أيات مثل الكازا كيم يندم أستنا ذيها أمكان الإنسان أسعى ذيها الرسول صلى الله عليه وسلم باش أذف خلطة يندم باش أذف الصفة ذاكية ما هو لغة تغرب ورس وانش تقول في الدركة اخدمه اقفل اديك شمغة الإسلام ينادي ونواس وصلى ربي يفقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابو خميس يدد يدس علي بن أبي طالب رضي الله عنه يناد أثيان يدد ديون غرب ورس يركفد وسنى أفعوذي ويسنى غفر رومينس يناد يستولز ديناس يا رسول الله تدرس الفلانة تدرس الفلانتكا يدرس دي شمد تدرسني إناس كشمد برا غا الإسلام إناس ورق مغاسل بالليم ماذا قلت لك شمد غا الإسلام يالو الخارجية وغالف اللاسل إناس ولكن الساقين ولا شمان إجمع إجني ما بانيش تقري قاعة تغريت فلاسل القلة إناس وكذا أكل دي شمد غا الإسلام أذفغن الله إنيس خزر أمشي دياق هذا سنخدم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يخزر كما جهة إنيس المقلال اللي حكومة زيد بن سعنة يند وقية عمر بن الخطاب يند إيوية غير طافيس يند يخزره إنه معناه ملك لي قلال هذا سنتنفك يند إنيس قد عمر غرورس إنيس وصاد الشيد يقلال يا رسول هذا سنتنفك إنه تكرر ديميرنا وفق تستبريد غرورس إنه دروح على غرورس إديه الدار زيد بن سعنة إنه دروح على غرورس قربة غرورس إنه دناس يا محمد أليد الزنزر تسمار أليد أمس واقع أمس فهم أليد الزنزر تسمار أفيوث المدة مكة معينة أليد فقد تسمارين إنه سيد المليح أليد فتغسى خطر يوريح وجههم يمس فهم سيد السيد مثلا زيد بن سعنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يفهم ذا شو الكمية من التسمار على سيفك ويحدث المدة ينس باش هذا السيفك وزيد بن سعنة يند دماغ 80 بياسين من الذهب يند في كغاسة محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طفت بياسين من الذهب يعرف كيسة وركزني إسين أنا كنت أدات فلانا ثنغاتس القلاء الناس وبلغت فغنغة في الإسلام إن يروح في كيس الدهبنية في كيس الرسول صلى الله عليه وسلم ورقز نيغي ناسا سوحفة أثن تغيطض أثن تغيطض يس أسني أول رص أسني أبوك وينيس لتياق المرة سبحان الله أيها مثلا إقارة زيد ابن سعنة إن أدقروا جغالا نرمي ذي الوقت نيغي إن حدك من كيس بشيد في كتسمر نيغي إن أدبازل واحد ثلث أيام يومين ثلث أيام أقبل الأدية وقت نيم زوانا
إن دروح على الوصف على الرسول صلى الله عليه وسلم إن ويغفر إروح دي جوث الجنازة جون وصحابي من الأنصار يموت إفلاس على ذربهم إديس عمر بن الخطاب إديس أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان إلى أمين إكزول فلاس إلى بعد إروح إسن ذكاء يونون كان إلى دروح على الغرس إلى الصحابة إلى دبيجين إلى الزياسي إلى عنيق قبيات فردي دي الخناق إلى دنيغاس أذي يدفكوا يحقيوا أين يكسر صغير يدفكوا إني شو ولا غير ما نقول تنطل الغفطرة في السنة أكثر من نكون ويما يا بني عبد المطلب إني سزرق ذي قونا تاس ولسيد في ذاك نكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يقيم غير طرفيس أدي حكوه أدي تكمل زيد ابن سعنا إند إمس مقال عمر إند إيديس برهم سوق زور إند ولا غير النساء دويرت إند بعد الزيت تتفليهم إند إما يكتشيني ما يعذى وربي ألا تسلمغ يمسلي ينتقاض السن وتشوري أكين شواني وذا شو ناس تخدمه إني سحق كراتي دي بعد نسمي حق إني سلو كان ماشي دين عهدك لاني غير غير هون إني سلو السيفة بيتفاقك بيتفاقك في جيب إني سلو وقيس ركسا قرون إني ألا يتكمير زايد بن سعنا إني دموقيا الرسول صلى الله عليه وسلم ذا شي قد أمشي يعني كحس سيوسلي لكي دي قال عمر من الخطاب رضي الله عنه إني دوايا النبي صلى الله عليه وسلم خزريف إني سيا عمر إني سبب الكينيا أما دنسا أما زي يعني زيد بن سعنا إني سبب الكينيا أما دنسا ماشي دمس لي كان غير فعل ماشي دمس لي كان يقدر قد يفرقك إني سبب الكينيا غير قد يديني أتصرفت رافك سويسا نسا أستلم أتصرف رافك سويسا الله معناه والمسلين أذير الطيابس أكن يتقيح وإنك نمرز إبت سياسن هذا سيضيع ديال ناس يعقي إن اسم كل يوم ديال ناس ضيع ديال سان شتاقي ذي جنب صرجو ذيك يا عمر ماشي نفس اللي قد ما ذكر وقوين في عالم إكرم رسول صلى الله عليه وسلم إن يا عمر إن اسم واحد أو ثورة السرد أين يغيت سياس مرة هذا استرد إن استرد بس عشرين مدة زيادة يقال زيد بن سعنة ينادي قويم عمر بن الخطاب يعمري ذي تسمر قوين السن سيسا أرمي دي فكام الحقيم ينادي الرئيد عشرين مدن ينادي النغاس يا عمر ذا شوثن عشرين مدن قيد دار لذا كام ينادي النئي وقيم ذا رسول صلى الله عليه وسلم قيد يمرا ينادي الاسن زيادة على خطر تسخلعت اضرب ذي الحقيس اكتشف سخرات اما سينا لو كان ماشي العادلة القرية هو يراني يقول انيس تلك السيفة قرر كساقر انيس افعل جلال مسخر عاقل سخر عاقل السرد عشرين امودن زيادة زيد ابن سعنة اليهودي يويا الصفة نعمة اكسر جود اكسر ذات يويا فانتد عيناني من الفلد انيس يا عمر إنيس تعقرضي دا هو الكلم إنيس وكسي غرى إنيس الكلم زيد ابن سعنة الله إنيس عبر بن الخطاب إنيس الحبر إنيس نعم خطر زيد ابن سعنة ما قد لنا حبر من أحبار اليهود إنيس عبر بن الخطاب إنيس الحبر إنيس نعم إنيس لشاكي السيغر المسلم نبي مسلين يشبه إذا كنين من كتا عنه في مخناخ تفضل تشتاك نشوف نسي ذا شو دل شغال دي تخدم ذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنيس يا عمر إنيس صفة مرة مكوة من النبوة وانا أخذت غروض من النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ميثوية إنيس حاشا سنة الصفة ثقين إما زالية مثوية غالا إنيس بشوف زرب للحلم نس إزوان قبل الغضب نس ولا والصفة أيضا من كل ما تشد فلسنا من يزاد الجهلين فلس ذا الحيل من سيكت زادن ذا ساعة في سيكت زادن إنيس سنة ذا كم في سخمرة كاكينا إنيس
ويا ذيس ذي الرسول صلى الله عليه وسلم إني شو مال مشي ذي نخني نستل ساكني على الروحة مش هذا يفيد يال إني أشهدك يا عمر إني شهد في الليل يا عمر بالليل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إني شهد في الليل أخليه من أنصر بهم الدين وذي الإسلام أنفين وذي محمد صلى الله عليه وسلم إنيس شهد في الليل عمر إنيس بالليل النفس للشيء وذي الكوك لسعى الشيء مرة أكو ذي القبيلين مرة إنيس النفس للشيء مرة في كرث الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم صدقة أميد يقول غير الرسول صلى الله عليه وسلم يذب وسيس إنيس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. هل كان مثلاً أكيد يكشمغ الإسلام زيد ابن سعنة الحلم إكسعنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده سعف إكتسعف الطبيعة النينس يقول سعنة كنين ورحمة النينس دي فقصي دي ربي تساكين دي جبدل العبادة جبدو يا مسلم اكتشمان دغل الإسلام سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الناس فكرك ذا الرحمة للعالمين العبادين حيوانين التجران كيخرب كوين دي إلا عند الخلق دي الدنيا مرة أكو يفكر سيدي ربي ذا الرحمة للعالمين الكامل قلت مثل إذن أما كان ديومر أنبياء الرسول ديومر أولاد المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين سيد ربي يمر المؤمنين سويني سيد يمر الأنبياء ذا الرسول إذن المعنى ينسب لي أما كنت دي شيء أنسى رحمة للعالمين أريد إن كل إنسان مسلم مؤمن ذا رحمة لعباد دون إثمار كما قلت مثلا من كل يوم أذي لي ذا رحمة من كل يوم أذي لي ذا الهنا من كل يوم أذي لي ذا الخير روح ذا يوم أكد يقال أبو هريرة رضي الله عنه لدي روح ديون غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس رسول الله أوصني يا رسول الله إنيس لا تغضب لا تغضب إنيس وصية إسينا ورقز ديون إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم أرفرة معناه أغضفرة الله أكبر ذن سمي دينان صلى الله عليه وسلم إن ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه وقت الغضب أني وقت جهدل ماشي الوين يتغاويان ماشي الوين يتحيران ناخذ وين غضبان ناخذ وين يكس عن الجهد هذا الجساس ناخذ وين لا ماشي الوقت الجهد إند الجهد أني وقت جهد إند وين يتفري مانيش الوقت لنا الغضب الوقت لنا يجينا أري إكزمر أديني كرا ناخذ يخدم كرا ولكن أدي عبد هذه سمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذي تفهم الناس ذو بقير جهدا كما يتمثل ولا تفهم الناس من الوقت من الغضب إذا ما أحوجنا إلى الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن عن الغر ورس أدنا وصفة سلعية شوية أنا أنثي لنا الرحمة الجوجر أنا سين سيمن وشوي استجيم أرد زرن إجذن لا ذين سيمن دولنا الرحمة للإسلام غير غرنا ودغين أدهش من غير الإسلام أذن ديا فقصي ربي الخالق سبحانه وتعالى يسنا ذي جهنم ذي العذاب الجهنم أكيد قصي ربي الخالق سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذا سعانا غرن في محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة دوم الصفات العين الرسالة دوم كربل أكون نفعل أمد الدنيا ثمد يخاف أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.